المشاهدين أهلا بكم ومرحبا في قرآنيات. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. والنجم إيه حكاية القسم اللي كل مرة دي؟ هو ما فيش وراء الله غير أنه يقسم؟ أخي مالك أهلا وسهلا. أهلا بك أخت فرحان. إيه حكاية النجم إذا هوى ده؟ فعلا في الآية الأولى في سورة النجم لدينا قسم غريب، تقول أي والنجم إذا هوى، هذا قسم من الله بالنجم. الأخ المشاهد يمكن يكون، ونحن طبعا منهم منحب نعرف لماذا يقسم الله بهذا النجم، يعني ما هو النجم الذي يستحق أن يكون مادة لقسم الله. فكان عندنا الفضول ورحنا للتفاسير، لاحظنا وتفاجأنا في قسام في الرأي التفاسير. الرأي الأول يقول أن النجم هو نجم الثريا، إذا هوى يعني إذا سقط أو إذا غاب. فإذا الله يقسم في نجم الثريا حسب القول الأول. القول الثاني تقول النجم تعني النجوم، يعني هي بمعنى كناية عن النجوم، كل النجوم. القول الثالث قال إن النجم أي القرآن، أن الله كنا في هذا القرآن في سماء النجم. طبعا ما ملاحظة أني هذا تفسير طريف، لأنه في كل القرآن ما عندنا أي عبارة تشير إلى القرآن بالنجم، يعني قد يكون في بعض الكلمات قد تعني القرآن أو قد لا تعني القرآن، ولكن النجم بالذات ما لا يشير إلى القرآن أبدا في كل الاحتمالات. فكيف يعني هذا التأويل أن النجم تعني القرآن مجرد يبدو شهية المفسرين أنهم يعطون يلقوا حل يعني لهاللغز الصعب. والتفسير الرابع الطريف كمان الأكثر، والنجم يعني محمد، أن الله يقسم بمحمد. طيب وكيف محمد إذا هوى؟ حسب المفسرين بالزبط. إذا هوى إذا نزل من السماء ليلة المعراج، هذا رأي المفسرين. طيب بص يا أخي مالك، يعني إحنا زمان كنا بنسمع الشيخ الشعراوي والمفسرين وكده برضو كانوا يقولوا النجم اللي هو ساق النبات. تصدق بقى؟ يعني شوف كلمة أو قسم يقوله القرآن الله هو اللي يقوله، محمد يترك المسلمين يخبطوا اتنين، يعني يضربوا اتنين في ثلاثة في الموضوع ده. فأنا بسأل المسلمين، انتوا هتعرفوا امتى النجم معناه هو ساق النبات، معناه هو النجم، معناه محمد، معناه مين بالظبط؟ أو القرآن، أو القرآن. معقولة يكون هو ده الوضع؟ أخي مالك في جزئية مهمة جدا في الآية دهيت. لو خدنا والنجم دي نمرة آية واحد صح؟ نعم. طيب ونصمت كده، والنجم ونصمت، إذا هوى صاحبكم وما غوى. هنا إذا هوى دي مش بتربط لنا بوقوع محمد أثناء بين قوسين المجيء الوحي عليه، أنه بيسقط ويغشى عليه ويزبد والكلام ده؟ نعم فعلا بعض الأخبار خبرتنا كيف أن كان محمد لما كان حسب الأقوال أن يأتي الوحي كان أن يعني يطلع له غطيط، يعني كان كغطيط الإبل، كان له صوت غريب وكان أحيانا يتدثر بشكل مريب. فأنت جزئية أن تقولي والنجم قد يعني بها محمد، فعلا مثل ما لاحظناها في التفسير الرابع عند الطبري والقرطبي يقول والنجم يعني محمدا. أيوة. هو قال وإذا هوى إذا نزل من السماء، ولكن مثل ما تخبرتي يعني إذا هوى أني الأفضل إذا هوى من السماء في المعراج هو بيقع؟ طبعا ما غير منطقية، ولكن على ما يبدو أنت الملاحظ اللي طرحتي أن إذا هوى قد تشير إلى سقوطه في الأرض أثناء يعني حالة الغشيان. ممكن يكون الناس بيشوفوا كده أول ما يقع ويزبد ويعمل حركات كده، فالناس يقولوا آه ده جنن، ده حصل له كذا، ده حصل له مس. فبناء على هذه الملاحظة فعلا أن ممكن يكون التفسير الحقيقي لكلمة والنجم نقطة مثل ما أنت خبرت المشاهد، إذا هوى إذا سقط ما ضل صاحبكم وما غوى، بمعنى إذا هوى يعني هذا خطاب إلى القريش يا جماعة، أن هذا الرجل عندما كان يسقط هو ما ضل ولا غوى، ولكن بمعنى تقنعه أن يتلقى الوحي. ممكن، وده تفسير أخير، وممكن عزيزي المشاهد فكر في المنطقي، ده الكلام المنطقي أكتر، فكر فيه. وبشكرك أخي مالك، بشكركم جزيلا، نشوفكم في الحلقة القادمة. بس أرجوكم بقى كفاية حلفين، مرة والنجم ومرة ومرة، نشوفكم في الحلقة القادمة في قرآنيات.